مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 16 للاحد 22 ايار مايو؟ شو في عنا بهيدا الاسبوع؟ هذا اسبوع مهم لانه الشمس تنتقل من برج الثور لبرج الجوزاء، من برج ترابي لبرج هوائي، وذلك يوم السبت 21 ايار مايو الساعه 4:30 فجرا توقيت بيروت. يعني كل شيء والشمس موجوده برج الثور، حاولوا تستفيدوا من وجودها وتاثيراتها لأنهم ممتازين. البداية مع التنين تلاتة والأربعة. التنين تلاتة والأربعة القمر موجود ببرج القوس، يلي هو بالنسبة لكم البيت رقم 12، يعني تحديدا حتى الساعة 4 بعد الظهر، 3 بعد الظهر توقيت بيروت يوم الأربعاء. فترة وجود القمر في برج القوس هي فترة فارغة من الحظوظ، كونوا جدا حذرين. في يمكن متاعب، في تراجع، في التباسات، في فوضى، بتضيعوا اغراض، بتضيعوا سفركم، بتضيعوا الشنط، بتتخربط امور، فكونوا جدا جدا حذرين. بعدوا عن المشاكل، ما تاخذوا قرارات اذا امكن خلال هذه الفتره لانه يمكن تندموا. اذا عندكم امتحانات او اي شيء دققوا فيها كليا. الأربعاء 18 أيار مايو القمر بيروح لبرجكم، لبرج الجدي، الساعة 3 بعد الظهر. هذه فترة بتكون رائعة لأنه وصول الجدي لبرجكم هو بيثابت، هو طبعا الضوء الأخضر، يعني بلشت الأمور تركض عندكم. أضف إلى ذلك أنه في مثلث فلكي بين القمر برجكم والشمس الموجودة ببرج الثور. دخلتوا بأجمل فترة في هذا الأسبوع، ويمكن حتى في هذا الشهر. تستمر من الأربعاء الساعة 3، كل الخميس 19، كل الجمعة 20، حتى 4 بعد الظهر توقيت بيروت. أجمل فترة هي بهالأسبوع ومن أجمل فترات في هذا الشهر. ما تقولوا ما قلت لكم، استفيدوا منها، وصفوا طاقاتكم، اشتغلوا على أمور قديمة، اشتغلوا على أمور بدها تصحيح، اشتغلوا على أمور بدكم إياها للمستقبل القريب، للمستقبل البعيد. صدقوني هذه فترة ممتازة، ممكنة، مدعمة ومقوية لكم، فيها حظ قد ما بدكم، ويمكن تسمعوا جواب لمسألة بدكم إياها. تتحلحل الأمور، يعني اللي بده شيء، بده يطلب شيء، يشتغل على شيء، حجز شغل معينة، يحلح الأمور. هذه هي الفترة. الجمعة 20 أيار مايو القمر بعد الظهر الساعة 4 بتوقيت بيروت بيروح لبرج الدلو بيت المال، بيستمر كل السبت وكل الأحد تحديدا حتى 7 المساء توقيت بيروت. فترة وجود القمر في برج الدلو بمثلث فلكي مع القمر الشمس الموجود برج الجوزاء فترة جيدة، ليست فترة عاطلة، بتعطيكم ما بتاخذ منكم، لكن في احتمال كون ضلكم منتبهين، ولازم تضلكم منتبهين، فاتحين عيونكم منيح على أمور مالية، على أشخاص، على مواعيد، على متطلبات، على يمكن ناس بيطلبوا منكم إشياء، أو يمكن فجأة تضطروا تدفعوا شيء، أو حدا بيطلبكم بخدمة معينة بدكم تساعدوه. بتكونوا جاهزين لهذه الأمور، لكن بصراحة ليست سلبية، فقط كل شخص هو واهتماماته. يمكن تطلع عبالكم تروحوا سوبر ماركت، تنزلوا على السوق، تروحوا شوبينج، فكونوا منتبهين. الأحد المساء 7 المساء توقيت بيروت القمر بيروح لبرج الحوت، يلي عم بيتابع المقارة الأمريكية. برج الحوت يعني البيت الثالث، تقريبا من الصبح عندكم قارة الأمريكية، أجواء حلوة، فيها اهتمامات للقراءة، للمتابعة، للكتابة، للمثابرة، للتنقل، للزيارات، للسفر، العودة من السفر. أنا بعتبرها فترة كتير حلوة، بتخلي مواليد برج الجدي يكونوا ويبينوا بأحلى حلة وبأجمل طاقاتهم. كلكم محظوظين مواليد برج الجدي هذا الأسبوع، بشكل خاص مواليد 5، 6 و7 كانون الثاني يناير. بتمنى لكم أسبوع رائع. إلى اللقاء، باي باي.